معذب المعجزة لا نصور معجزة إلا أخوه سبع 42 كيلو في البحار ما تعرفونه سبع 42 كيلو ونام بعد في البحر وين سبع سوى 24 كيلو إذا أنت تقدر لا 2 كيلو تحدى أنا ما أقدر أسوي نص كيلو مو 2 كيلو نص كيلو ما أقدر تسوي 2 كيلو تحدى أنا ما أقدر بس في أشياء منطق الناس تحدى زين خلينا نسأل هامور ما يسبح 42 كيلو هل تكسر هامور على ما البحر يقول هامور ما يسبح أنا تحدى تسبح 10 ما نقدر متر إحنا نسبح يعني جذاب هو يعني خالد على ما البحر بس هامور ما يسبح من قطع مسافة سباحة التحدي الكاملة وهي 35 كيلومترا سباحة بشكل متواصل بس أشياء منطق الناس تحدي 35 كيلومترا سباحة متواصلة الذي يعد إنجازا مشرفا للبحرين يحتذي به أبناؤنا وبناتنا الرياضيون ونبراسا ودافعا هامور ما يسبح 42 كيلو هامور شخص البحر يقول هامور ما يسبح ما نقدر متر احنا وسط أجواء صعبة ورياح عاتية جسد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة من المملكة العربية السعودية وصولا لمملكة البحرين في مسافة لا تقل عن 35 كيلومتراً.